مساء الخير عليكم، معكم سلمى بكوش، متخرجة من المدرسة العليا للإعلام الآلي أوزي، إيكول ناسيونال سوبيريور دانفورماتيك، تخصص نظم معلومات وتكنولوجي وتكنولوجيا سيستم دانفورماسيون اي تكنولوجي. وراني معكم هنا اليوم باش نحكي لكم شوية على تجربتي في المدرسة ونجاوب على أسئلة طلبة البكالوريا. التحقت أنا بالمدرسة سنة 2010، والسبب اللي خلاني نلتحق بها هو شغفي أنا ذاك بمادة الرياضيات. فكنت في الثانوية نبحث على تخصص اللي فيه مادة الرياضيات، وبعد حديث مع زميلية في الثانوية هضر لي على المدرسة العليا وعن طريقه اكتشفتها. وكنت حصلت على البكالوريا وبديت ندرس يعني كل احتمالات ولا كل الشعب اللي نقدر ندير فيهم، فكانت هي لوبسون الاولى اللي تولمني واللي نقدر نطبق فيها مثلا نظريات تاع الرياضيات. المهم نبارك لكل متحصلين شهادة البكالوريا ونقول لهم بالتوفيق ان شاء الله في المسار الاكاديمي والمهني، وننطلقوا مباشرة في تعريف المدرسة اللي عندها 50 سنة من اللي تكريات، سيتادير 1969 كان عندنا اول معهد اللي هو سيري سنتر دو ريشيرش ديتود اون انفورماتيك. وقتها كان دخول ليه من دون بكالوريا، يعني ما نحتاجوش نجتازوا البكالوريا حتى لسنة 1984 باش رجعوه معهد وطني للإعلام الآلي ليني انستيتو ناسيونال دانفورماتيك. وفي 2008 رجعت عبارة عن مدرسة عليا للإعلام الآلي إيكول سوبيريور دانفورماتيك، تعتمد على نظام الأقسام التحضيرية لمدة سنتين ومن بعد تك المدرسة العليا لمدة 3 سنوات. اللي راهم يتسألوا على الدراسة في المدرسة هو عبارة عن مسار 5 سنوات تكون فيها السنة الأولى بعد اجتياز البكالوريا، ويتم توجيه الطالب للمدرسة إذا كان المعدل اللي جابه في البكالوريا يحقق الحد الأدنى للمعدل القبول بالمدرسة فيلتحق الطالب. خلال هذه السنة كاين بزاف دراسات يعني على مادة الرياضيات، مادة الخوارزميات ولا الالغوريتميك، بزاف إلكترونيك إلكتريسيتي، فهذو هما المواد اللي ندرسوهم بقوة في خلال السنة الأولى. والقانون تاع المدرسة في السنة الأولى أنه الطالب لازم يكون ناجح، يعني يجيب لاني تاعو في وقتها وبدون ما تكون عنده كما نسميوهم لي نوت اليميناتوار، يعني النقاط تحت الحد الادنى في مختلف المواد. في الحاله العكسيه يعني اذا ما انتقلش الطالب للسنه الثانيه فيتم اعاده توجيهه لتخصص اعلام الي في المدينه اللي تحصل فيها على شهادة البكالوريا. بعد ما ينتقل الطالب للسنة الثانية يكون عنده كيف بزاف مات، probability, logic, algebra, analyse، يكون عنده ثاني إلكترونيك إلكتريسيتي، وينتقل لمستوى آخر من الخوارزميات اللي هما les algorithms, la programmation ثاني orientée objet. دونك ويكون عنده son premier projet en équipe، تسمى مشروع يخدموه في فريق تاع 5-6 أفراد مع بعض. وبنهاية السنة الثانية يجتاز كل الطلبة مسابقة الأقسام التحضيرية اللي على أساسها يقدروا ينتقلوا للطور المدرسة العليا، يعني سنة ثالثة أو سنة أولى جدع مشترك بالمدرسة العليا. هذه المسابقة مفتوحة أيضا للطلاب الجامعيين اللي يكونوا دارين تخصص إعلام آلي في الجامعات تاعهم ويحققوا إذا كانوا مثلا سنة ثانية ليسانس فلازم يكونوا من 10% الأوائل
في الكلية نتاعهم خلال السداسي الأول والثاني يعني سنة أولى، والسداسي الأول تاع السنة الثانية ولا يسميوه ثاني سداسي ثالث، أو يكون في على مستوى ليسانس سنة ثالثة ويحقق المعدل تاع يكون بين 10% خلال 5 سداسيات يعني سنة أولى ثانية والفصل الأول من السنة الثالثة. مبادئتك كي ينجحوا الطلبة يعني في المسابقة يلتحقوا بالجذع المشترك للإعلام سنة أولى، جذع مشترك إعلام آلي، وفيها يقرأوا كامل، يبدأوا صح يقرأوا لي موديول انفورماتيك سيستام ريزو باز دو دوني génie logiciel, conduite de projet, méthodologie de conception de système d'information. Donc, nous devons toucher l'informatique à partir de la troisième année. Après, il y a une autre chose. نقدر نلتحقوا بهم في السنة الرابعة اللي هو نظم معلومات وتكنولوجيا سيستم دانفورماسيون اي تكنولوجي سيستم انفورماتيك اللي نسميوه ثاني سيك سيك، وعندنا ثاني سيستم سيل سيستم دانفورماسيون اي دي جيني لوجيسيال على ما اعتقد لا ما غلطتش لهندسة البرمجيات. يعني كل طالب يتوجه لواحد من هاد التخصصات يدرسها لمدة سنة، وكي ينجح في السنة الرابعة ينتقل للسنة الخامسة والأخيرة اللي هي عبارة على مشروع التخرج من المدرسة اللي يقدر يقضيه مدة فيه من 9 شهور ل 12 شهر مع إمكانية الحصول على دوبل ديبلوم إذا الطالب حب ثاني يقرأ ماستر أكاديميك اللي أهله باش يدير دكتوراه في الجزائر، ولا كاين ثاني تكوين مقاول مهندس فورماسيون دانجينيور انتربرونور اللي هي ان بارتناريا مع إنسا دو ليون. دونك الطالب راح يكون عنده مشروع إجباري ويكون مخير بإضافة تكوين آخر اللي هو ماستر أكاديميك ولا الاف اي او. اما الحياه المهنيه في المدرسه فهي تبدا بكري في المدرسه، باسكو عندنا 3 ستاج نديروهم، ستاج تاع بروميير اني اللي يكون عباره على ستاج ديميرسيون اللي تدخل فيه ديكوفري لونتربريز، يعني ماهوش مطلوب منك دير حاجه مي انك تكتشف عالم المؤسسه. ومن بعد عندنا لو ستاج تاع لا 3ييم اني اللي هو ابري بروميير اني سيكل سوبيريور، يندر دائما شهر سبتمبر تاع العام تاع العام تاع 4ييم اني، وين يكون الطالب خلال 4 اسابيع وحده ولا في مجموعه ولا مع بينوم يخدم على مشروع انفورماتيك. وكاين المشروع اللي قلنا عليه تاع لا 5ييم اني اللي هو ستاج، بيان سور 5ييم اني ما فيهاش قرايه، دونك كاين غير لو ستاج بوندون 9 à 12 mois اللي يقدر يديرو داخل المدرسه في واحد من مخابر المدرسه، ولا يقدر يديرو في شركه اللي تستقبلو هو والبينوم تاعو ولا وحده، ولا يقدر ما يديرو في ليترونجي. عندنا بزاف زملاء اللي راحوا داروا التربص تاعهم التخرج تاعهم في الخارج. اما الحياه الاجتماعيه في المدرسه فعندنا الله يبارك برسك 10 نوادي في المدرسه يقدر الواحد يدخل فيهم على كل حسب اهتماماته ونشاطاته. عندنا لو كلوب سيانتيفيك، لو كلوب تيك، لو كلوب تاع جوجل ديفلوبر جروب، ومن تك ميكرز، سي في او، شيل ميت، نادي تاع هواة الموسيقى، الشطرنج، يعني كاين سوغيغ لينوسونس. دونك كاين بزاف دي زوبورتونيتي وين تقدر تكون عندك حياه اجتماعيه خارج القرايه. بيرسونيلمون كنت في لو كلوب سيانتيفيك دو لوزي ودرنا كيف كيف تريزور اوزي اللي تقدروا تدخلوا له ديجا وتعرفوا كامل الحوايج اللي نقراوهم في المدرسه على مدى 5 سنوات. نخلي لكم الرابط اسفل الشاشه. كنت رئيس جمعيه صغيره لينوسونس في العام الاخير، وساهمت ثاني في تنظيم انترناشنال وومن داي مع وومن تيك ميكرز. فالنوادي على حسب كل واحد واهتماماته.
ننتقل للبرامج الطلبة. كذلك المدرسة تمنح إمكانية للطلبة أنهم يتعلموا حوايج أوغ الكورسوس تاعهم كيما بروغرام إنجاز كو جي انتغري أون تخوازيام أني متخصص في المقاولاتية وهو مشتق من برنامج إنجاز العرب اللي هو بداته مشتق يعني المصدر تاعو جونيور اتشيفمنت لو بروغرام امريكان دونتربرونيا. كاين ثاني انوفيشن لاب اللي يشاركوا فيه الطلبه بمشاريعهم اون بارتناريا مع يونيسيف. بزاف لي يسقسوني على لافونير تسمى ابري ليزي واش كاين على حسب التخصص اللي درتو. تخصص ماهوش خلاص ندير اون فوا تخصص ومن بعد يتك ما نقدر ندير والو تسمى هذاك التخصص يا ما كانش. بالعكس كاين كيفاش نقولوا كاين كومونيكاسيون بين هاد التخصصات. يبقى انه التخصص الرائج في الجزائر واللي يقدروا يخدموا به لي زانجينيور هما سيل سيستم د انفورماسيون اي تكنولوجي وكاين سيل سيستم سيل اللي ثاني يقدروا يخدموا به هنا ولا في لترونجي تو سكي ديفلوبمون د ابليكاسيون ويب موبيل وكاين سيكسيك بوكو بلوس في لي سبيسياليتي تاعو دارجين في لترونجي كيما سيستم امباركي سيستم يعني نقدروا نخدموا هنا به في الجزائر كوم انجينيور سيستم وريزو. واذا نحوسوا على اشكاليات كيما تاع البيك داتا والانتيليجنس ارتيفيسيال وسيستم امباركي هادو كامل في لترونجي اللي تقدر تخدم عليهم مشاريع بحث اذا دخلت في الدكتوراه. اما خارج البلد فالوجهه الاولى للمتخرجين من المدرسه هي فرنسا كاين المانيا كاين سويسرا وكاين الولايات المتحده الامريكيه عن طريق بوست دوك عن طريق منصب شغل في احدى شركات التكنولوجيا ولا ثاني كاين لا بورس كو جو ريكوموند سي فول برايت اللي حاب يكمل ماستر تاعو تم سي اوفر ميم سي اوفر ميم بور لي بروفيسيونيل في الدومين. ننتقل الآن للتحديات اللي يقدر يواجهها الطالب يدرس في المدرسة العليا. رياضيات أول حاجة لأنه الرياضيات تاع ليسي سانغيانا فوغ مع الرياضيات تاع الجامعة سي أوتر شوز وتجريدية بزاف. أنا نحكي على التحديات اللي عانيت منهم شخصيا ضغط الدراسة لأنه بزاف لي موديول بزاف لي ترافو بزاف هومورك يعني كاين ضغط وكاين حاجة شغل لازم نتعلمو نجريو ستريس تاعنا ونتعلمو نجريو خدمة تاع لا ديغنييغ مينوت جو سي كو سي با إيفيدون بور سارتان كيما حالتي. تأقلم مع فكرة أنك كنت طوب وكنت طوب وان في الليسي تاعك وكنت هايل وبيان من بعد كي تقوم الجروب تاع الليزي لما أصحاب الناس اللي عندهم الموايين عاليين فتوجور كاين الأول وكاين الدغني وكاين اللي في الوسط. دونك ما تتوقعش يعني أنه كنت طالب عادي في الترتيب التاعي. فالفكرة أنه نتأقلم مع الترتيب تاعنا واش رانا نديرو وتستمر الحياة. اللغة الفرنسية تقدر تشكل عائق بالنسبة للناس اللي ما همش مارفين يستعملوها فلوغال وانا كان عندي هذا العائق في السنة اولى تاعي ثانية وتعوضت بلي بريزونتاسيون بلي لو ترافاي ديكيب وكابابل راح تولي الانجليزية اذا تم الاتفاق عليها فراح يكون ابتداء من موسم 2019-2020 الانجليزية واللي نشجع ديجا انه الانفورماتيك تكون بالانجليزية لانه البحوث والمصادر والمعلومات كامل راهي متوفرة اكثر شيء باللغة الانجليزية. التكنولوجيا تتحدث اللغة الانجليزية. ننتقل الان للاسئلة اللي وردتني من بعض الطلبة اللي داو الباكالوريا. اول سؤال علاش طلبة يبدلوا بعد سنة اولى. حبيت نقولهم باللي مشي لزي ما تخش على الناس كامل كاين اللي ما يلقاش روحو في الانفورماتيك كاين اللي ما يلقاش روحو مع السيستم تاع القراية كاين اللي ما يلقاش روحو بالبعد على فاميلتو لانه هي في العاصمة. دونك ما تساعدوش فعادي انه يلقى مجال واحد اخر ويبدل يجرب يعني ما فيها حتى مشكل. هل المدرسة تواكب تطورات التكنولوجيا؟ المدرسة الحاجة المليحة اللي فيها تعطيك البيزكس بصح انت اللي عليك تواكب انت اللي عليك تدير لو سيستم دو في تاعك لا تكنولوجي ما تحبسش وليفولو غابيدمون. دونك اذا كان عندك اهتمام فالواجب تاعك انت انك دير لو سويفي
ماشي ليكول اللي لازم تعطيك كلج بكراك في الجامعه ما بقيتش في لو ليسي. اسك ليزي تفتح ابواب ليترونجي؟ ليزي معروفه عندها ريبوتاسيون بصح اسك ليزي تبعت لي ستوديون لي ديبلومي تاعها ليترونجي؟ نو باسكو لي ستوديون هما اللي يديروا لي ديمارش تاعهم باش يروحوا ليترونجي. كاين بوتيتر دو كا اكسيبسيونيل نوه ليهم اللي هو كونكور دو ماجور دو برومو اللي يصرى في الجامعات كامل وي كومبري لي زيكول منهم ليزي. دونك هذوك صح يروحوا بون بورس من المينيستير ولا اون ريكومونداسيون تجيك من عند ان بروف كوتي تيست. تما كي تكون علاقتك مليحه مع لي بروف وهما يكون عندهم ريزو يقدروا ريكومونديو لو بروفيل تاعك بور ان بروجي دو دوكتورا ا ليترونجي. كان ذلك كما قلت لكم تقدروا تلتحقوا بليزين شي غير من الباك من سنة ثانية بعد الكونكور زعما دير الإعلام الآلي في الجامعة وبعد تلتحق ولا كي تكمل 5 سنوات تاعك ودير الدكتوراه. الخوف من الفشل شيء طبيعي لكن ما تخليش هذاك الخوف انه يحبطك ولا يمنعك من حقك في التجربة. نتفهم واحد كي يقولي نخاف ما نجيبش لا بروميير اني تاعي، مي لازم تصدم اذا راك حاب هذاك الشيء. الانشطه التطوعيه والدراسه كيفاش نقدروا نوفقوا بيناتهم؟ هذه حاجه ترجع للانسان مع الوقت يعرف روحه. انا نقول للطلبه سي 6 شهور الاولين تاعكم احكموا لو ريتم تاعكم، احكموا لا بالانس، ومن بعد كي تلقاو مجال اهتماماتكم وحبيتوا تدخلوا لي كلوب وديروا لي زاكتيفيتي، بعد نتوما تكريو ليكيليبر تاعكم ونتوما تعرفوا لي بريوريتي تاعكم. مصير طالب تم اقصاؤه قلت لكم غي اورينتاسيون للجامعه اللي كان يقرا الجامعه اللي تابعه للولايه تاعو في حاله البكالوريا. هل الوظيفه مضمونه بعد التخرج؟ ليزي ما تخرجكش بالبوست تاعك، بعد ما تخرج من ليزي تروح تحوس على خدمه كيما الناس كامل تحوس على خدمه. دوك هل كاين حظوظ وكاين دي زوبورتونيتي؟ هذيك سيرت، يعني احنا عندنا في لابوات الوناي كل يوم يلحقونا عروض عمل للمهتم يقدر اي بوستولي. دونك هذه هي واش معناها كاين لي زوبورتونيتي. هل هالمجال يليق بالفتيات؟ اكيد كاين بنات يجربوا يعجبهم ما كان حتى عندهم علاقه بالانفورماتيك مي كيدخلوا يعجبهم يطوروا روحهم بالعقل بالعقل. توجور كاين ان بوين دو ديبار ولا لو زيرو اللي نبداو منه، ماشي لازم نكون نطير في الانفورماتيك قبل ما ندخل نقراها. عندي حق نكتشف وعندي حق نطور روحي وعندي حق انه كوسوسوا طفله ولا طفل اذا ما عجبتنيش نقدر ثاني مام نبدل. اخر سؤال اللي هو هل تنصحيني بدخول المدرسه؟ انا ننصح اذا كنت مهتم بمجال المعلوماتيه، ما ننصحش اذا كان عندك ميول واحده اخرى عندك مثلا تحب تقرا اقتصاد بيزنس طيب محامات روح دير لا سبيسياليتي تاعك، ما تقعدش تتبع باسكو لا بون مويان و باسكو لا بروميير راح تقتل البوتونسييل تاعك كون تجي للمدرسه. دونك اذا عندك خيار واحد اخر، اذا ما على بالكش وبغيت تجرب ثاني مرحبا بك. شخصيا انا غيرت مسار المهني تاعي بعد ما التحقت، يعني بعد ما تخرجت من المدرسه لقيت بلي ما نقدرش نخدم في لو دومين تكنيك. ريان نونباش كو ليكول ما بيرميز d'apprendre beaucoup de choses, منهم الصبر، منهم le travail d'équipe, منهم public speaking، انو نديرو دي بريزونطاسيون، نكتبو دي رابور، نخدمو سو بريسيون، تعلمت la méthodologie de la recherche scientifique، استفدت بزاف من لي ستاج، من لي كلوب، وتعلمت بوكو بلوس كيفاش يكون عندي logic thinking، سيتادير اي حاجه تجي عندي ولا بروبليم ولا حاجه نبدا نخمم فيها توجور عندي ليسبري هذاك تاع واحد يوبتيميزي لينيرجي لو طون و لو كو. دونك اي حاجه تجيني نوبتي ميزي فيها. اخر سؤال ممكن وردني هو واش الفرق بين او زي اس بي ا و او زي ال جي؟ او زي اس سيدي بلعباس كريات اون 2014 وعندها لو ميم بروغرام تاع لوزي، وكيف كيف مول الكونكور يقدروا الناس تاع الجي يروحوا لسيدي بلعباس والناس تاع بلعباس يروحوا لالجي، وهما دوك نورمالمون بداو يتخرجوا دونك وراهم عندهم دي زوبورتونيتي
وكما تاع روزي شخصيا طلعت على هذا الموضوع. بهذا السؤال نختم الفيديو، نتمنى التوفيق لكل الطلبة اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا واللي راهم راحين يختاروا مجال التخصص تاعهم عن قريب. وإذا عندكم أسئلة خليوهم لي في التعليقات، أنا حنزيد نخلي لكم بزاف روابط في الديسكريبسيون إذا حبيتوا تزيدوا تطلعوا على محتويات أكبر فيما يخص المدرسة. أنا نقول لكم مع السلامة.